كمان زي ما بقول لحضراتكم يعني دايما النادي الاهلي حتى لما بيخرج منه مدير فني بيكن له كل احترام وكل تقدير، والنهارده دليل على كده كمان التغريده اللي طلع بيها بيتسو موتسيماني. الحقيقه كمان بيتسو موتسيماني احترامه الكبير جدا للنادي الاهلي وتاريخه. النهارده بيتسو موتسيماني كمان بيأكد دوت، بيأكد من جديد على قيمة النادي الأهلي الكيان الكبير. طبعا بعد ما كتب على تويتر يعني رسالة أو طلع إن بيان صغير على تويتر إن النادي الأهلي عمره ما دفع مدرب إن هو يدفعه خارج أسوار النادي الأهلي، ولكن هو بيتكلم على موضوع إنه ما زالت في أذهان بيتسو موتسيماني النادي الأهلي، وما زال في ملامح صور جميلة جدا هو بيتذكرها، ملامح الإشادة من خلال جماهير النادي الأهلي من خلال اليوفط واللوحة اللي كان بتطلع في المدرجات، كمان على مستوى الاحترام الكبير للكابتن محمود الخطيب اللي هو يعني موتسيماني قال تويتر بيقول لك لدي احترام كبير جدا جدا لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وكل مجلس الإدارة وجميع جماهير النادي الأهلي، ودايما سوف أعتز دائما باحتفالاتنا بانتصاراتنا معا. هو بيقول لدي ذكريات وارشيف زي ما بقول لحضراتكم مثل اللافتات اللي رفعت لبيتسو موتسيماني، وكمان ما انساش ويقول لك الهتاف في الملاعب، ولسوء الحظ هو بيقول لسوء الحظ قررت العوده للمنزل وكنت بحاجه الى الراحه مع عائلتي. ختم موتسيماني كمان مشيدا بالمدرب او المدير الفني سواريز وقال لديكم الان مدرب اوروبي متمرس يجب على الجميع دعمه، واعتقد انه سيترك يعني قميص النادي او سيضيف لقميص النادي الاهلي وهيكون في مكانه اعلى يستحقها النادي الاهلي الكبير.